مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وكل سنة وحضراتكم طيبين. ليلة مبروكة، ليلة مباركة الحقيقة، الدعاء فيها مستجاب. ادعوا كتير لبلادكم وادعوا لأهالينا في كل مكان، والدعاء موصول للطيبين اللي واقفين الحقيقة يشتغلوا وجميرهم عرقان علشان كلنا نعيش، كل واحد فينا بيقوم بدوره الحقيقة. تعزينا مرة تانية لأهالي الضحايا في الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط، وتعزينا أيضا لاثنين من الشهداء النهاردة من الشرطة، راحوا وهم بيدافعوا عن البلد من الأمن المركزي. الحقيقة هبدأ مع حضراتكم النهاردة ومعانا حلقة ونقاش مهم مع دكتور محمد رجائي. احنا قبل كده اتكلمنا ازاي نمنع تكوين المسخ اللي بقى عايش في حياتنا، لكن السؤال المسخ تكون خلاص، هنتعامل مع المسخ ازاي، نعالج المسخ ازاي. لكن قبل ما نقابل ونلتقي الدكتور محمد رجائي العزيز، خلونا نقول خبرين مهمين النهاردة. الحقيقة لسه في أخبار جديدة بتتوالى عن حادثة الطيارة المصرية اللي كانت في رحلتها من باريس إلى القاهرة يوم فجر الخميس وسقطت في البحر المتوسط بشكل مفاجئ. اللي بس الأخبار هو هيئة السلامة الدولية الفرنسية وسي إن إن الدولية، أو سي إن إن القناة التلفزيونية الأمريكية. الخبر بيقول إن الرحلة 804 إم إس اللي هي الطيارة المصرية أرسلت سلسلة من الرسائل الإلكترونية الأوتوماتيكية كشفت عن وجود دخان في حمام الطائرة خلف قمرة القيادة. كما أشارت الرسائل أيضا إلى فشل في نوافذ الطائرة. الحقيقة ده الخبر اللي نازل على السي إن إن. أنا هقف عند الرسالة الإلكترونية اللي أرسلت بشكل أوتوماتيك بشكل إلكتروني عن وجود دخان في حمام اللي ورا غرفة القيادة. الحقيقة هقف هنا ليه؟ علشان أقول إن الوثيقة بتظهر وجود إنذار بالدخان في الساعة 2:26 دقيقة بتوقيت القاهرة، 2:30 26 دقيقة بتوقيت القاهرة. وبعد كده في إنذار تاني برضو بنفس الطريقة، رسالة إلكترونية الطيارة أو أبراج المراقبة والرادارات بتستقبلها بعدها بدقيقة، يعني 2:27 دقيقة بتوقيت القاهرة. وجاءت تلك التحذيرات قبل حوالي 4 دقائق من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار، وأعلنت مصر للطيران إن الطائرة اختفت تماما عن شاشات الرادار الساعة 2:30 فجر الخميس. الحقيقة دي معلومة قد تكون مهمة، مش بس مهمة قد تكون، لا هي بالتأكيد مهمة. الحقيقة محللين الطيران بيدرسوا المعلومة دي النهاردة ومبارح من ساعة إعلانها، وقالوا إن ده بيرجح وجود حاجة حصلت في منطقة القيادة أو غرفة القيادة، إما قنبلة أو عطل فني أو ماس كهربائي، محدش عارف إيه النتيجة وما زلنا في انتظار التحقيق. وأنا من الناس اللي بتفضل دايما انتظار نتائج التحقيق مع متابعة كل ما يصدر عن لجان التحقيق من أخبار. في لجنة من فرنسا من المحققين الفرنسيين وصلت الحقيقة مصر امبارح، 3 من جهات التحقيق الفرنسية زائد 1 من شركة إيرباص الشركة المصنعة للطيارة المصرية اللي وقعت في البحر المتوسط. ده بالإضافة طبعا إلى أنباء متضاربة عن إن القوات المسلحة المصرية أو جهات وفرق الإنقاذ المصرية نجحت في تحديد مكان الصندوقين الأسودين زي ما بيقولوا في البحر المتوسط. وبيقولوا كمان إن المنطقة اللي وجد فيها حطام الطيارة أو بعض من حطامها اللي بيبعد 290 كيلومتر عن ساحل الإسكندرية أو شمال مصر في البحر المتوسط، منطقة من أكثر مناطق البحر المتوسط عمقاً، وعلشان كده في غواصة فرنسية بتحاول توصل للحطام تحت العمق الكبير ده، زائد الحقيقة جهات كتيرة بتحاول تساعد في الوصول لحقيقة اللي حصل للطيارة المصرية المنكوبة. مرة تانية تعزينا لأسر الضحايا ولطاقم مصر للطيران. ده خبر الطيارة.
في خبر مهم حصل امبارح الحقيقة، الخبر ده يعني يستحق التوقف عنده. خليني أقول لحضراتكم، امبارح وبحضور الرئيس التونسي السبسي كان في الاجتماع العاشر لحركة النهضة الإخوانية بقيادة أو بزعامة الغنوشي في تونس. عادي، لكن اللي مش عادي هو الخبر اللي تم بثه عبر كافة وكالات الأنباء عن تصريحات زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، إن الحركة ستفصل ما بين العمل السياسي ونشاطها السياسي، خلاص احنا مش هنمارس السياسة، وحتمارس فقط العمل الدعوي الديني. الحقيقة لازم تقف هنا، وهقف هنا علشان أسأل إزاي ده الحركة عملت بالظبط زي اللي الإخوان عملوه عندنا. الحركة ليها حزب اسمه حزب النهضة، الحزب ده الحقيقة هو رقم 2 بعد حزب نداء تونس في مجلس النواب أو البرلمان التونسي، وله 64 أو 69 مقعد، وده الحقيقة عدد كبير بعد استقالة بعض نواب من ائتلاف نداء تونس من المجلس من شهر أو شهر ونص. طب إزاي الحقيقة قلتوا ان انتوا مش هتمارسوا السياسة وهتعودوا للعمل الدعوي والديني والابتعاد عن الصراع السياسي؟ احنا جربنا الاخوان، كان حزب الحرية والعدالة ما يقدرش يصدر قرار ولا يطلع بيان غير لما مكتب الارشاد يديله التصريح، يديله صك الكلام. فهو انتوا هتحلوا الحزب، حزب الحركة، حزب النهضة في تونس؟ هو انتم هتفصلوا الناس اللي بتنتمي لحركة النهضة الإخوانية من الحركة فتبقى حزب فقط؟ هل هتسمحوا للناس التونسيين أهالينا في تونس إن هم ينضموا للحزب عادي حتى لو هم مش إخوان؟ هو ده السؤال الحقيقة، علشان ما تبقاش الغنوشي بيقول كلام الحقيقة يعني ضحك على العقول، وخصوصا ان رئيس الجمهوريه اللي كان حاضر هذا اللقاء انبسط جدا وطلع تصريحات لازم اقراها لحضراتكم، تصريحات تقول ان تونس كمان مبسوطه. التصريحات بتقول لحضرتك قال السبسي في كلمه امام مؤتمر النهضه: لا يفوتني أن أنوه بالتطور الذي عرفته حركة النهضة بقيادة الغنوشي الذي تجلى في ضرورة القطع بين الدعوة الدعوي والسياسي، وكذلك القطع مع احتكار الدين. طب هم الحقيقة لا حيبطلوا احتكار للدين ولا حيفصلوا الدعوي عن السياسي، والدليل حزب النهضة اللي لسه بيمارس دوره سواء في البرلمان أو سواء في الحياة السياسية. يبقى إزاي الهدف من التصريح ده؟ إيه الأهم من ده بقى؟ هي الحقيقة تصريحات الغنوشي اللي بيقول فيها لحضرتك: حريصون على النقي بالدين عن المعارك السياسية، ما كان من الأول يا طيب، وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف الحزبي لتكون مجمعة لا مفرقة. وأضاف الغنوشي: تطورت الحركة، حركة النهضة، من السبعينيات إلى اليوم من حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى حركة احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي ديكتاتوري إلى حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم الإسلام. كذب في كذب في كذب. فكروني الحقيقة بالإخوان لما كانوا بيقولوا الشعارات بتاعت الله هدفنا والرسول زعيمنا والقرآن منهجنا، وأثبتت الأيام إن ربنا الحقيقة مش هدفهم، وأثبتت الأيام إن الرسول ما كانش قدوة، وأثبتت الأيام إن القرآن ما كانش منهج. وشفنا ده الحقيقة لحد النهاردة فيما يمارس من تخريب وإرهاب وقتل. فكروني بالإخوان لما كانوا بيقولوا مشاركة لا مغالبة، فالحقيقة لا هم عملوا بمبدأ المشاركة ولا الحقيقة خلوا غيرهم يشارك معاهم، بل كانت المغالبة والحاجة تتاخد كده. فالحقيقة مش قادرة أصدق الغنوشي في الكلام اللي بيقوله، لكن
لازم أحط في اعتباري نقطتين مهمين. النقطة الأولانية طيبين هي إن انتخابات المجالس المحلية خلاص في مارس 2017 في تونس، وبالتالي إحنا لازم نرجع تاني. أصل الإسلاميين بقى شكلهم وحش قوي، أصل التيارات اللي بترفع شعار الإسلام لممارسة السياسة بقت مكروهة في كل العالم. لأصل التيار الإسلامي اللي بيرفع شعار السياسة ده بقى متعلم عليه في كل جهات العالم. أصل الإخوان في مصر خسروا ومش عارفين يرجعوا. طيب ما هو إحنا عايزين تاني نتغلغل داخل الشعوب وتحت الجلد علشان نرجع جوه الشارع، فنرجع تاني من الجامع اللي هو بيقولك هيرجع تاني الخطاب فيه دعوي يجمع ولا يفرق. ده كانت سياستهم بالمناسبة. إحنا بنتكلم في الدين، إحنا بتوع ربنا وإحنا بتوع مين؟ هو ده السؤال الحقيقة اللي بيخليني لا صدق الغنوشي ولا صدق اللي راجعين من بره يقولوا إحنا أسفين، ولا صدق اللي بيعيطوا بره وبيقولوا والنبي نرجع. ف طبع غلاب عند الإخوان اللي في ديله اتعلم عليه إنه هو الوطن حفنة عفنة من تراب عفن، عمره ما هيأمن بالوطن. اللي في مخه فكر الخلافة الزائف الواهم عمره ما هيفكر في وطن. اللي في فكره إن التنظيم أهم من الوطن وناسه، وإن مكاسب السياسة للجماعة وعلاقتها بأمريكا وبريطانيا أهم من الوطن وناسه، عمره ما هيفكر في وطن. يعلم الغنوشي تمام العلم علاقته بالمخابرات البريطانية، يعلم الغنوشي تمام العلم إزاي إنه كان الحقيقة له قدرة وتعاون مع قوات الأمن في تونس من أيام الحقيقة يعني بن علي. يعرف الغنوشي ده أكتر مني ومن حضرتك، وبالتالي لا تعليق على تصريحات الغنوشي، يصرح زي ما هو عايز. أنا في اعتقادي إن هو ده الجزء مؤسس للبعث الرابع للإخوان. الإخوان عمرهم ما هيسكتوا. الإخوان فصيل اتعود يعيش تحت الأرض، يعيش في الضلمة، ولكن اتعود إنه يناور، وحيرجع تاني لأن ذاكرتنا ذاكرة سمكة، وحيلاقي ناس تقول دول ناس بتوع ربنا. للأسف الحل الوحيد لمقاومة الإخوان هو تنوير الفكر وتنوير العقل والتعليم والأخلاق مرة تانية، علشان الناس تبقى عارفة إن القانون هو اللي حيفصل ما بين الناس. من الحقيقة الأخبار هسيب حضراتكم لحاجة تانية خالص بقى. النهاردة قررنا إن إحنا نقدم شخصية بتأكد إن الحلم ممكن. هل تتخيل حضرتك إن طلعت حرب سنة 1920 ينشئ بنك وطني كان حلم؟ هل تتخيل حضرتك إن طلعت حرب من لا شيء يعمل بنك فيه أكتر من كام شركة؟ 20-30 شركة كلها بتحمل اسم مصر. أقول لحضرتك بعض من أسامي الشركات دي علشان تتخيل معايا الصورة. النادي الأهلي المصري 1907، لا ده هو ساهم في تأسيسه. بنك مصر 1920، شركة مصر للطباعة 1922، شركة مصر لصناعة الورق 1923، مصر لحلق القطن 23، مصر لصناعة السينما 25، الشركة المصرية العقارية 26، بنك مصر الفرنسي 26، شركة مصر للغزل والنسيج 27، شركة مصر لمصايد الأسماك، شركة مصر لغزل الحرير، شركة مصر للكتان، بنك مصر سوريا، شركة مصر للنقل والشحن، شركة المصنوعات المصرية، شركة مصر للطيران 1932، شركة مصر للسياحة 34، شركة المصريين للجلود، شركة مصر للمناجم والمحاجر، أقول لك إيه، شركة مصر لصناعة وتكرير البترول، شركة مصر للصباغة، شركة مصر للمستحضرات الطبية والتجميل. يا طيب كل ده كان مجموعة شركات بدأها طلعت حرب من 1920 ل 1940. عدد الشركات اللي بتحمل اسم مصر عند واحد كان عنده حلم أصر إن هو ينفذه. طلعت حرب اللي بدأ حياته مترجم، ثم تدرج بقى محاسب ومدير حسابات، ثم رئيس لشركة كومومبو، وبعدين واحد من أمهر الاقتصاديين اللي الكل بيستعين برأيه، اللي الكل بيلجأ له لحل مشاكله الاقتصادية ويتمنى إن هو يشتغل معاه حتى من البشوات اللي ما لهمش علاقة بالحكومة. عقلية
اقتصادية بفتقدها النهاردة أنا واللي زيي في بلادي. بتقول يا رب يرزقنا صاحب الحلم، يا رب يرزقنا اللي يصدق الحلم، يا رب ارزقنا الناس الطيبة اللي مصرة تشتغل وتمشي في الطريق وتسيب إنجاز وراها. يا ترى طلعت حرب سنة 1920 وهو بيعمل كل ده كان يفتكر إن التاريخ هيخلده في شارع والتاريخ هيخلده باسم مصر اللي حطه على كل شركة وكل بنك، والتاريخ هيخلده بتمثال في قلب ميدان سنة 1960؟ طلعت حرب حلم صاحب الحلم يستحق إن احنا نفتكره. طلعت حرب فيلم لقيته على الإنترنت لشركة أو لمجموعة اسمها تسجيلي، وقراءة التعليق للزميل العزيز حسن. فما عنديش حاجة أقولها لكم غير صدقوا إنكم تقدروا تعملوا حاجة، صدقوا إن بعد 20 سنة وإنتوا بتشتغلوا حلو قوي وكويس قوي وبإيمان قوي ممكن يجي ناس يقول يا ده كان في واحد هنا اسمه شريف، ده مهم، ده عمل حاجة، ده كان في واحدة اسمها نيفين دي كانت مهمة، دي عملت حاجة. هو ده اللي إحنا بنقوله، اشتغل كويس قوي، اعمل كويس قوي، وبعد كده سيب التاريخ يتكلم عنك زي طلعت حرب بالظبط. نشوف الفيلم. محمد طلعت ابن حسن محمد حرب مؤسس بنك مصر ومجموعة شركاته، من أعلام الاقتصاد في العصر الحديث في مصر. قام بتأسيس بنك مصر والتي ساهمت في إنشاء العديد من الشركات التي تحمل اسم مصر، مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران ومصر للتأمين ومصر للسياحة واستوديو مصر وغيرها. قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها يبقى لوم عليا. ولد طلعت حرب في عام 1867 بمنطقة قصر الشوق في حي الجمالية، وكان والده موظفا بمصلحة السكك الحديدية. حفظ طلعت حرب القرآن في طفولته، والتحق بمدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة، وحصل على شهادة مدرسة الحقوق في عام 1889. معاصرته للثورة العرابية كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الوطنية بداخله. في عام 1907 كتب مقالا على صفحات الجريدة قال فيه: نطلب الاستقلال العام ونطلب أن تكون مصر للمصريين. اشتغل طلعت حرب مترجما، ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات بالدائرة السنية والتي تدير الأملاك الخديوية. كان طلعت حرب ميالا بشكل واع للفلاحين والفقراء ويدافع عنهم، فعند تصفية الدائرة السنية سعى إلى بيع الأراضي إلى الفلاحين الذين يزرعونها. في عام 1905 انتقل ليعمل مديرا لشركة كومومبو بمركزها الرئيس بالقاهرة، كما أسندت له في نفس الوقت إدارة الشركة العقارية المصرية التي عمل على تمصيرها حتى أصبحت غالبية أسهمها في يد المصريين كمقاومة للاحتلال الإنجليزي. أعلن طلعت حرب عن فكرته في ضرورة إنشاء بنك للمصريين عام 1911، ولكن الحرب العالمية الأولى حالت دون تنفيذ الفكرة.
شوف يا مصري مصر دايما بتنادي شوف نصري نصر دينوار. شبت الثورة المصرية في سنة 1919، فكان انطلاقها الطلقة الأولى في وجوب إنشاء البنك حتى يتحقق استقلال الوطن الاقتصادي ليكون سندا للاستقلال السياسي. من جنودك كل عمك بالصدار من أثارك يلي دنست الأثار. عاد محمد طلعت حرب باشا يدعو لمشروعه أو لفكرته عند بعض المسؤولين، فحاولت سلطات الاحتلال معه كل الأساليب للتشكيك في قيمة المشروع وفي عدم أهلية المصريين للقيام بمثل هذه المشاريع المالية. نجح طلعت حرب أخيراً في تأسيس البنك برأس مال لم يزد على 80,000 جنيه مصري عام 1920، لتصل قيمة رأس مال مجموعة شركاته عند اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى 5,000,000 جنيه. استطاع بنك مصر تحفيز الادخار لدى كل المصريين حتى الأطفال بعد أن وزع البنك حصالات على تلاميذ المدارس الابتدائية، ثم يأخذ ما فيها ويفتح للأطفال دفاتر توفير بالبنك. كما حرص البنك على مساعدة صغار الصناع والحرفيين للصمود أمام سيطرة المنتجات الإنجليزية على السوق المصرية ومنافستها. إيمانا منه بضرورة تدعيم الثقافة والفنون، قام بتأسيس شركة استوديو مصر لإنتاج أفلام مصرية لفنانين مصريين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهما. توفي طلعت حرب في عام 1941 عن عمر يناهز 74 عاما، بعد أن ترك علامات اقتصادية واجتماعية واضحة وبصمات لا تنسى في تاريخ مصر. وفي الذكرى 60 لتأسيس بنك مصر، تم إطلاق اسم طلعت حرب على أهم وأشهر الميادين بوسط القاهرة، ميدان طلعت حرب. مرة تانية رجعنا لحضراتكم فيلم عظيم عن شخص عظيم ساب إنجازه ومشي. أنا بقى عايزة أسأل سؤال تاني، يعني ممكن تكون الزمن بيرزقنا بناس نوابغ زي مثلا العظيم طلعت باشا حرب، لكن اللي صدقوا طلعت باشا حرب زي مثلا السيوفي اللي احنا سمعنا السيوفي باشا، زي صدناوي باشا، الناس اللي صدقته دي وساهمت معاه، هل كانوا هم كمان يتوقعوا ان هم هيبقوا جزء من التاريخ، ان هم جزء من صناع التاريخ؟ انا ما اعتقدش، هم ساعدوا لانهم بس امنوا بالفكره ولكن ذكروا في التاريخ. الحقيقه ده عنوان الكلام مع العزيز الدكتور محمد رجائي. دكتور صباح الفل. صباح الفل.
ازاي حضرتك؟ ازيك وزي حضرتك وزي كل السادة المشاهدين؟ الحمد لله يا رب تكون بخير وكل سنة وحضرتك طيب. معك بالصحة والسلامة وكل السادة المشاهدين بس ألف صحة والسلامة وسعادة يا رب إن شاء الله. وحضرتك كمان دكتور، أنا عايزة أعرف وإحنا متفقين نتكلم على إذا عندي مسخ إزاي أعالج المسخ، ولا خلاص هو اتصبغ بصبغة المسخ، لكن أنا عايزة أبدأ من طلعة حرب. هو إزاي أصدق حلمي قوي كده رغم كل الصعوبات، احتلال ومفيش فلوس، لدرجة مثلا إن هو يعمل رأس مال البنك مصر فيعمله بثمانين ألف جنيه في سنة 1920، فالناس حتى تصدقه وتبدأ تحط في البنك الوطني. دايما الإيمان بالفكرة أولا، هي الفكرة لما بتبدأ صغيرة جدا. أي فكر طموح، هو مش بدأ بفكر كبير وفكر طموح، بالعكس هو دايما بيبدأ بفكرة صغيرة. ولكن إيمان الفرد بفكرته ده أهم شيء، لأن الفكرة دي إما أنها بتغذى من الأشخاص المحيطين به، وإما أن هي بتضمحل أو بتوقد وهي لسه فكرة صغيرة. لكن صاحب الفكر ده هو ده اللي أهم شخص، هو اللي يؤمن بالفكرة وهو القادر على أنه هو يخلي الآخرين يؤمنوا بالفكرة دي حتى وإن كانوا غير مؤمنين بيها، حتى في ظل التحديات الصعبة دي. احتلال ومفيش فلوس وما فيش حاجة اسمها بنك مصري. بص حضرتك، كل الأبحاث العلمية والمؤتمرات اللي احنا حضرناها أثبتت أن الإنسان المصري تحديداً دايما بيكون خلاق ومبدع وصاحب إنجازات عظيمة في ظل الظروف الصعبة وليس في ظل الظروف الميسرة. ولو شفنا أغلب العظماء في أعمال، في أفكار، في أدب، في مشاريع، هنلاقيها إن هي دايما كانت الظروف ما هيش مهيئة أبدا لظهور فكر أو عمل مبدع أو إنجاز ضخم. ما فيش ظروف ميسرة. وتعالي إنها لو قسنا على أي مثال، سواء في حروب، سواء في إنتاج إبداعي، سواء في مشاريع إنشائية، مش هتلاقي الظروف بتبقى مهيئة. يعني إحنا حتى حاليا المشاريع الضخمة لا، في يعني مشاريع بتظهر على أرض الواقع في مصر دلوقتي، خلي بال حضرتك الظروف ما هياش ميسرة، سواء طبعا سياسية، اقتصادية، دولية، صحيح، إقليمية، في حروب على مصر وفي ضغوط قوية، صحيح، وشديدة، ورغم ذلك احنا قادرين على الإنجاز وتحقيق حاجات وفي أوقات قصيرة جدا جدا جدا. فاللي عايزين نقوله هنا ان فكر الإبداع أو فكر الابتكار أو الإنجاز، كلما شدت الظروف وكلما كانت الضغوط قوية كلما كان الإنجاز قوي وضخم وتحدي. ولكن نرجع برضو للشخصية الإنسانية اللي عندها القدرة على تحقيق ده. هو في الواقع هو مش أي حد عنده القدرة على تحقيق ده، مش أي حد. يعني طلعت حرب كان عنده القدرة والكفاءة، أولا الشخصية والعقلية، لأن الناحية العقلية مسألة مهمة جدا، أن العقل هو القدرة على التفكير والتخطيط وتناول الأمور والإبداع بالضبط والمرونة وإلى آخره، فهي صحيح قدرات عقلية. فهنا طلعت حرب بالتأكيد كان إنسان ذكي وبيمتلك قدرات خاصة هي بالواقع وبالأبحاث اللي أثبتها العلم هي موجودة عند أغلب المصريين. ولكن هل إحنا بنستغل قدراتنا ولا لا؟ وده سؤال مهم جدا. إحنا للأسف ما بنستغلش قدراتنا، لأن إحنا كمصريين، خلي بال حضرتك إن 97% من المصريين موجودين حاليا هم من إرث سلالة فرعونية، صحيح، وجزء من قدراتنا الذهنية وكفاءتنا الشخصية بيرجع للموروث الجيناتي، أيوه، من السلالة اللي أنا جاي من خلالها. بس محتاج عملية صنفرة بالضبط. وأعتقد إن الفراعنة عملوا حاجات إلى الآن العلم مش قادر يتوصل لسرها. موافقة حضرتك، في وخاصة في الإنشاءات المعمارية والألوان اللي تعمل بيها الأعمدة في الأقصر والفلك بالطب إلى آخره، صحيح، تمام. يبقى احنا زي ما قلنا كده 97% من المصريين، يعني من 90 مليون اللي موجودين حاليا 97% منهم من إرث سلالة فرعونية، اللي هم كان عندهم ذكاء وسبقوا العالم في وقتها وإلى الآن ومش قادرين يكتشفوا صحيح سر
أعمالهم العظيمة دي إيه؟ صحيح. يعني معنى كده إيه؟ إن إحنا عندنا قدرات زي أجدادنا الفراعنة، ولكن إحنا ما بنخرجهاش. ومش هقول إن الظروف مش متاحة، لأن زي ما إحنا اتفقنا كده إن إحنا قادرين على إنجاز أعظم الأشياء وفي ظل ظروف صعبة. صحيح. ما هياش صحيح. في ظل الظروف الميسرة بننجز، لا. ده العلم كمان إن إذا تهيأت الظروف مش ما بيبقاش فيه إنجاز. بنتراخى. شوفي حضرتك الدكتور طه حسين، كفيف وفقير وكان بيحارب وقدر يوصل لأعلى المراتب العلمية، عميد الأدب العربي ووزير، وهو كان كفيف. بس دايما يترد على النماذج دي يا دكتور، يقولك أصل ده نموذج فلتة، أصل أنت ما مقدرش أقيس عليه، أصل ده تحدى التحدي، ده معجزة. الكلام اللي هو الحقيقة يحبط أكتر ما هو يدي الأمل. فمعرفش رد حضرتك عليه إيه، لأن وخصوصا في مسخ هذه الأيام، يعني اللي هو تقوله ده في مشروع في الطريق الفلاني، يقولك مشروع إيه ده، ده 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 فنكوش على فكرة. طب الحريقة اللي حصلت دي ساند أهلك؟ حريقة إيه؟ الحكومة اللي عاملاها علشان هي عايزة الأرض اللي هناك دي، فهي ده أغلى عشان تمشي الناس من هناك. حضرتك الطيارة وقعت في بتاعت الطيارة الروسية، فيقول لك علشان احنا ما عندناش أسس. طب الطيارة اللي جاية لنا من باريس، الطيار لازم عمل غلطة. يعني اللي هو طول الوقت شايف ما هو عكس اتجاه البلد، عكس عقارب الساعة. المسخ ده عقله متركب ازاي؟ بيستقبل المعلومة ازاي؟ عينيه بتشوف. يعني انا دايما اقول أنا عندي عين وعندي ودان وعندي عقل، فبشوف وبسمع وأقدر أميز. ده بيميز إزاي؟ ولا هو أساساً ما بيميزش؟ طيب، خلينا نقول إن في نوعين من الشخصيات. في الشخصيات اللي عندها الرغبة والتلذذ في جلد الذات. يعني لو في أي تقصير سواء في ذاته أو في البلد، هو دائماً بيسلط الأضواء عليها بصورة سلبية شديدة جدا، بنسميها عندنا في علم النفس ده جلد الذات، بيستمتع بجلد الذات. وفي نوعية تانية، وهي النوعية اللي ما عندوش مقاومات النجاح، فدائما يوجد مبررات للفشل. الناجحين لا يوجدوا مبررات لنجاحتهم، الفاشل هو اللي بيوجد دايما مبررات لفشله. يقول لك أصل أبويا وأمي ما ربونيش بالشكل الفلاني، أصل أنا ما تعلمتش بالطريقة الفلانية، أصل المدرس بتاعي كان كذا، أصل رئيسي في العمل كذا، أصل الحكومة والدولة ما بتوفرش كذا، أصل. كلما زادت المبررات الفشل، كلما كان ده دليل على ضعف قدراته الشخصية والذهنية، وكلما كان ده مؤشر على إن هو فعلا بيمتلك كل مقاومات الفشل. طب معلش دكتور، هركز تاني على الجملة اللي حضرتك قلتها. هل ده معناه ان احنا المسخ ده اللي طول النهار بيجلد في ذاته او في اهله او في بلده، ده انسان سادي؟ هو في جزء من مش السادية، المازوخية، وهي عكس السادية. السادية التلذذ بتعذيب الآخر وإيلام الآخر، وبينكد علينا عشتنا، يبقى كده بيأذينا. وبيسود علينا عشتنا. ما هو لا ما هو في هنا جزء بس فيها يعني لخبطة شوية. ايه هي اللي هي الإنسان الوطني؟ معلش، في ناس وطنيين برضو، يعني إنسان وطني بس يقعد برضو يعني يسيء لنفسه وللبلد. أيوه. وده تقل على فكرة. أيوه. وفي بقى الشخصية، فده بيتداخل مع الشخصية السادية اللي هو بيتلذذ بإيذاء وتعذيب وإيلام الآخر. سواء كان التعذيب أو الإيلام أو الإيذاء نفسي أو لفظي أو بدني. أو بدني. واحدة بقى لحضرتك. والمازوخ اللي هو بيتلذذ بتعذيب ذاته هو، ويتلذذ بتعذيب الآخر ليه. يعني دايما يستمتع لما حد يقعد عفوا يهينه، يهزقه، يشتمه، يضربه، بيتلذذ بده، بيستمتع بده، ويتلذذ بإيذاء ذاته وجلد ذاته. طب في هنا برضو بعض الأصوات دايما بتقول طب النفس اللوامة. النفس اللوامة بيلوم نفسه بقدر ما حصل التقصير، ويبدأ فورا في التصحيح. مش اللي انا الوم ذاتي والوم الاخرين والوم الدنيا كلها. هاني رمزي في مسرحيه وجهه نظر، مفيش فايده. مفيش. ايوه بالظبط كده، واخده بال حضرتك. وفي النهايه انا لا اقدم شيء. زائد هنا برضو احنا عندنا للاسف حاجه، دائما احنا فاهمين في كل حاجه.
وعندنا معلومات لكل حاجة. ودايما بنفسر كل شيء سواء سياسيا اقتصاديا عسكريا فنيا. كل حاجة ليها تفسيرها. واخده بال حضرتك؟ جهبزة. وللعلم بالمقاييس والأبحاث أي شيء عام الأشخاص لا يمتلكوا منه بمعلومات إلا 5%. دايما احنا بنتكلم واحنا بنمتلك كافة الحقائق والمعلومات. لا، انا عايز اقول هنا تنبه، انت لا تمتلك الا 5% فقط. صحيح. ففي اشياء لما بتحدث انت ما عندكش علم بيها. بالظبط. ومش عيب تسأل فيها. ومش عيب انك تسأل فيها. صحيح. وحتى لما هتسأل فيها وهتعرفها مش هتصل برضو لدرجة 100%، قد تصل درجة 50 إلى 70%. صحيح. دائما اللي عايز اقوله كمان، يعني احنا عايشين على فكرة في نص حياتنا في المتخيل. بمعنى انا لو جيت دلوقتي احكي على موقف حصل لي وانا عندي 10 سنين، واخده بال حضرتك؟ انا مش هحكي الموقف كما حدث تماما. في تفاصيل بتقع من الذاكره، في احداث بيحصل لها عمليه تشويش، ومطالب ومطلوب مني ان انا احكي الموقف. حبيبي تقول لي يا محمد وانت عندك 10 سنين فاكر في المدرسه حصل ايه مع مدرس اللغه العربيه؟ فانا في حاجات نسيتها، في حاجات حصل لها تشويش نتيجة تداخل الأحداث بعد العمر ده. صحيح. كتيرة مرور جدا. مرور الزمن. واخدة بقى مرور الزمن. طيب وأنا مطالب أن أنا أحكي، فمش هينفع أن أنا وأنا بحكي هتوقف واسكت. فلازم أكملها. طب بكملها منين؟ بكملها من الجزء المتخيل. طب اللي بيقوم بالموضوع ده العقل الباطن. بيكمل الرواية أو القصة أو الحدث أو السؤال اللي بتسأله من المتخيل. فإحنا بنعيش نص عمرنا في المتخيل. أيوة. فكل ما كل ما اللي احنا كل يعني كل حاجه احنا بنحكيها ماشي هذه الواقع بالزبط. الحقيقي بالظبط اللي مر بيه او اللي مر بينا. لو احنا دلوقتي عملنا تجربه واحنا 5 اشخاص قاعدين ونقلنا معلومه او كلمه، واخده بال حضرتك؟ المعلومه انا ممكن انقلها لحضرتك بشغف، حضرتك تنقليها اللي جنب حضرتك بهدوء أعصاب، الآخر ينقلها اللي جنبه بحماسة بحماس وقوة، الآخر ينقلها بخوف وقلق وريبة وتوتر. غير الكلمة اللي هزود كل واحد فينا هيزودها على الحكاية. بالظبط. فتخيلي إن أنا اللي خرج مني الموضوع ونفس الجملة بنفس المفهوم هو ذكرت، ولكن إحساس حضرتك وانت بتنقليها كان إحساس عامل إزاي؟ إيه الحرف اللي حضرتك زودتيه فغير معنى الجملة من معنى معين إلى معنى آخر مغاير تماماً؟ وهو ده على فكرة اللي بيحصل في حياتنا أو في الأحداث عامةً، إن ينتقل الموقف أو الحدث بشكل قد يكون غير مقصود باللي اتنقل بيه أو وصل بيه، وبالتالي حصل له تمسيخ أو المسخ، أصبح تمسيخ موجود. ليه؟ لأنه نقل بشكل غير المقصود وللحدث وللمشهد. بالظبط. فبات المشهد مسخ. بالزبط. هو كله على بعضه. حقيقة هكمل مع حضرتك بس بعد الفاصل، إن زمايلي بيقولوا إن في فاصل. الموضوع مهم لأن التمييز ده نعمة من عند ربنا، لما نفقد التمييز نتحول لمسوخ. ربنا يكفينا ويكفيكم شرهم يا رب. نكمل بعد الفاصل. تحياتي. مرة تانية بنكمل بعد الفاصل. ازاي نحمي المشهد من التمسيخ؟ لا المواطن ولا الصورة ولا المشهد ككل يبقى ماسخ، زي دكتور محمد رجائي ما كان بيقول قبل الفاصل. دكتور انا عايز حضرتك تكمل فكرتك اللي هي عملية التمسيخ للمشهد ككل، كيف نقي منه انفسنا؟ فاحنا قلنا دلوقتي ان في الشخصية عندها حب جلد الذات، فبينتقد ذاته وبينتقد الآخرين وينتقد أي شيء إيجابي ممكن يكون هو شايفه أو لمسه أو حاسس به. بس هنا الدكتور عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني يبقى هو هو قاري كلام له معنى محدد فيفهمه بمعنى تاني، هو شايف صورة ملهاش غير معنى واحد، صورة دي كوباية، فأقول لك لا دي مش كوباية،
كده على طول. هنا هل الشخصية دي بتعاني من انعدام التمييز، ولا ده نسبة ذكاء متراجعة، ولا ده خلل نفسي؟ أحطه في أنهي تصنيف؟ هما التلاتة بصراحة. ليه بقى؟ أولا إحنا في طبيعة من المصريين دايما بيشتكي ليس لشيء إلا لأخذ المزيد. يعني يبقى هو خلاص هو ما كانش يحلم أساسا إن هو يصل لما وصل إليه في أي حاجة، ولكن دايما شكوته هدفها إيه؟ أخذ المزيد، الإجادة أفضل، إن هو مش إن هو يعني مش إن هو اللي يجود، لا ده هو يحصل على مكاسب أكتر من اللي حصل عليها. أحيانا وبالذات على فكرة لو حصل نوع من حد كان ما عندوش أي شيء خالص 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 وفجأة حصل على شيء كبير جدا، فبيحصل إنه نوع من الخلل في الإدراك، الخلل في التفكير، الخلل في التمييز، وبالتالي تلاقيه حصل عنده يعني الاكستريم بتاع الشيء. أيوة. فإن هو ما كانش فيه حاجة خالص سواء ماديا أو علميا أو حتى على مستوى المكاسب المجتمعية، وفجأة لقى نفسه أنه حصل على حاجات بيطالب بالمزيد أكتر وأكتر وأكتر، سقف التوقعات بيعلى. بالظبط. وده ظهر يعني في احداث كتيره. صحيح. بدايه من 2011 ظهرت في احداث. صحيح. كتير قوي. صحيح. كان ما كانش الشعب بيتوقع حاجات معينه او كان بيطالب باشياء معينه، وبس بدات المطالب تزيد اكتر واكتر واكتر. صحيح. فدلوقتي ده جزء، في حد ما عندوش قدره على التمييز ما بين الصواب والخطا، ما عندوش قدره على التمييز ما بين الرديء والجيد، فبقى بيشوف الأمور بشكل في نوع من عدم وضوح الرؤية، مش قادر يحدد بالظبط هو فين الصح وفين الغلط. طب معلش دكتور، عشان ده كان عندنا حلقة الأسبوع اللي فات، وخليني الحقيقة يبقى هو المثل اللي أنا أعتمد عليه. تخيل حضرتك كده إن, إن, إن شباب من سن 17 سن 19 سنة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بيعملوا برومو ليوم الاستقلال اللي هو يوم النكبة، اللي هو يوم الاستيلاء على فلسطين وإعلان دولة إسرائيل. فالشباب ده بيرتدي لبس الجيش الإسرائيلي وبيعمل الإعلان وهو مبتسم وسعيد ووشه نظيف وحلق شعره، ها يعني عيال مستحمية. وبعدين تلاقي فرقة يقول لك أصل دي أطفال الشوارع، هي فعلا أطفال الشوارع. وأنا كنت فاكرة والله إن أنا كنت فاكرة إن أطفال الشوارع دي ده دول أطفال شوارع يعني. لا طلعوا ما شاء الله طلاب جامعة وكده وبيقولوا مسخ في إسرائيل. لا هنا بقى، هنا في مصر. أنت سمعتش عنها ولا أنا؟ أنا الحقيقة لحد الأسبوع فات كنت سمعت سمعت عنها، بس طلع هنا بقى. فدول اللي بيتكلموا عن مدينة البيادة وعاملين فيديوهات عن مدينة البيادة وسد النهضة اللي ضيع النيل فمبقاش فيه النيل. ولما تيجي تسكن تدور على شقة على النيل اسأل هي في القاهرة ولا في أثيوبيا، ها يعني إلى هذا الحد وصل الأمور. هو ده كان مقصود، يعني هو ده كان مقصود إن أنا يبقى عندي من 48 ل 2016 كان يبقى مقصود ان الشباب اللي في جيش الاحتلال يبقوا بيعظموا قدر وقيمة هذا الجيش، وان انا يبقى عندي شباب هنا لا يعلم معنى التعليم ولا الجغرافيا ولا السياسة ولا الجيش اللي هو بينتمي ليه. هل ده كان مقصود؟ انا بس بحاول اقرب مع حضرتك الفكر. هو انا عايز اقول هنا يعني ان دايما التربية والتنشئة عليها عامل اساسي جدا. وفي مدارس إسرائيل بيبدأوا يزرعوا فيهم من صغرهم فكرة الوطنية والانتماء إلى دولة إسرائيل الكبرى، ودايما إن إحنا كعرب دولة أعداءكم الحقيقيين ودول لازم تفتكوا بيهم إذا شفتوهم وهكذا. هل إحنا بقى هنا الأطفال بننمي روح الوطنية جواهم؟ لا. هل إحنا بنعرفهم مدى الانتماء لمجموعة من القيم الإيجابية اللي لازم نتمسك بيها؟ هي دي هو ده السؤال بقى اللي لازم ان احنا دايما نطرحه على أنفسنا. وهل أنا كأب أو كمدرس أو كمربي هل أنا بقوم بالدور ده ولا لا؟ لأن أنا فعلا إذا كنت عايز يطلع عندي جيل عنده انتماء
فالبداية دايما من البيت، البداية من التنشئة، البداية في الحضانة والمدرسة. صحيح. هي دي البداية الحقيقية اللي أنا هنمي الانتماء جواه. جيل يبقى عنده انتماء مش ابتلاء. بالظبط، جيل عنده انتماء، ولأن في أنا ممكن أخد عقلية وأبدأ أشكلها بالشكل اللي أنا عايزه بالظبط، يا إما يكون إيجابي يا إما يكون سلبي، يا إما يكون طبيب يا إما يكون مهندس مدرس معادي لبلده منتمي لبلده حتى وإن كان يعني فقير جدا والبلد يعني ما ادتلوش حاجة، ولكنه عنده انتماء قوي جدا 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 للبلد دي. وأعتقد إن في كتير جدا عندهم انتماء شديد للبلد وبيبقوا مش متعلمين وفقراء ومش لاقيين، بس عندهم انتماء لهذا الوطن. صحيح. وناس عندهم كتير جدا جدا جدا، ومصر ادتهم كتير جدا، ولكن للاسف ما عندهمش انتماء للبلد دي. طيب دكتور، بما ان وقتي بيخلص وفضلي دقيقه زي زمايلي بيقولوا كالعاده، ايه الكلمه او الخلاصه اللي حضرتك تقولها للناس اللي بتتفرج علينا وبيشتكوا من جمله واحده؟ نقول لاولادنا ايه وهم ماشيين في الخط العوج؟ يعني الكوبايه دي كوبايه؟ لا دي مش كوبايه. ده شارع مرصوف؟ لا ده مش شارع مرصوف. الابهات والامهات يقولوا ايه لعيالهم؟ دايما كل اب وكل ام وكل شخص بيخاطب اي انسان، وبالذات الاباء والامهات لما بيخاطبوا اولادهم، دايما اذا كنتوا عايزين فعلا تسعدوا بحياتكم، اولا نبطل شكوى، ثانيا ننظر الى الايجابيات ونضخمها قدر المستطاع، لانها هتعتبر دافع للامام ودافع للتحسن، ونقلل من السلبيات وما نذكرهاش كتير، علشان السلبيات بتجذب كل السلبيات. نخلي بالنا ان الكلمة طاقة، فالطاقة الإيجابية ككلمة بقولها بتجذب لي كل الإيجابيات من التفاؤل والأمل والعمل، وبشوف الدنيا بشكل أفضل كتير. والسلبيات بتجذب السلبيات، والكلمة السلبية سواء تشاؤم سواء كان عدم رؤية الإيجابيات في حد ذاتها، الإساءة لكل شيء حسن بيحصل هو ده في حد ذاته طاقة سلبية، فهتجذب لي كل السلبيات. فأنت بإيديك إنك أنت تجذب الإيجابيات، وفي إيديك إنك أنت تجذب السلبيات. ده مع في تعامله مع ابنه وهو بيتكلم معاه، وهو بيتكلم معاه دايما يوجهه للإيجابيات، دايما يوجهه. يعني أنا كنت عايز أحكي قصة كده بس وقت حضرتك بقى مش هيسمع. طب يعني في ثانيتين. إن هو يعني أب حب يوري ابنه إن هم أغنياء وإن المكان اللي إحنا فقراء، فخدوا راح بمكان، فراح لناس فقراء قاعدين في جبل. فبعد كده قال له استفدت ايه بقى من، قال له ده هم احسن مننا، عندهم ارض واسعه ومفيش حرس حواليهم ومفيش اضاءه بفوانيس، ده في نجوم. فشوفي حب قال له شكرا يا والدي انك انت وريتني الايجابيات والناس دي عايشه في سعاده قد ايه. والاب كان عايز يوري ابنه السلبيات وانت عايش في نعيم قد ايه. فالطفل او الابن شاف الايجابيات، فتخيلي حضرتك شاف النجوم دي مصابيح متلألئه، هم عندهم جنينه صغيره، لا ده دول عندهم ارض واسعه كبيره، هم عندهم حرس بيحرسهم، دولت الناس اللي بتحرسهم جيرانهم والناس اللي حواليهم هم اللي بيحرسوهم، واللمه مش الحرس اللي بيحرسهم. فهنا شاف ده الجزء الايجابي. هي دي الجزئيه. هي دي بس هي يا بخت. والله يا بخت مين خلى ربنا يعني رزقه حلاوة العين وجمال الرؤية. يا بخت ويحمد ربنا. الروح والفكر والفكر الإيجابي والفكر اللي بيرى الأمور بشكل أجمل دايما، مش بيشوف الحاجات السلبية. دكتور محمد رجائي كالعادة الوقت بيخلص مع حضرتك بسرعة، مش بنكمل كلامنا يعني كتير، لكن أكيد هنكمل كلامنا في أيام تانية. أنا بشكر حضرتك على شرح فكرة إن الأب والأم لازم يوجهوا ولادهم لكل شيء إيجابي والتقليل من السلبيات، فنكون البداية من عندنا. شكرا دكتور محمد رجائي لتشريفك لينا النهاردة. شكرا لحضرتك، ربنا يديك الصحة وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وكل سنة مشاهدين بألف صحة وسلامة وسعادة. وحضرتك بخير يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما تكونوا فاكرين الإيجابيات. وأيوه انشروا الإيجابيات وابدروا الأفكار أينما سرتم، لا تعلمون أين تنبت. وخلي عندكم يقين إن ولادكم لما يشوفوكم إيجابيين هم كمان هيكونوا إيجابيين. يوم الجمعة الجاية حلقة من الماضي لكن بتقول ننطلق للمستقبل، حلقة حلوة قوي أتمنى أنكم تستمتعوا بيها. حلقة بتقول الشمس يا محلاها في مصر جاية بالخير كتير. تحياتي لحضراتكم وأشوفكم على خير يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. تحياتي.